السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الكفيل، الذي سنأخذكم فيه بجولة نطلعكم فيها على آخر الأعمال التي تقوم بها العتبة العباسية المقدسة في جميع المجالات، فابقوا معنا. ببالغ الحزن والأسى وبتوصية من المرجعية الدينية، زار وفد من العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية عوائل شهداء وجرح الاعتداء الإرهابي الذي حصل في محافظة ديالى وتحديدا في قضاء المقدادية، لتقديم المواساة والدعم لهم والاطلاع على أحوالهم واحتياجاتهم. وللمزيد عن تفاصيل هذه الزيارة تابعوا هذا التقرير. زار وفد من العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية عوائل الشهداء والجرحى لحادث الاعتداء الإرهابي من عصابات داعش الذي حصل في محافظة ديالى قضاء المقدادية ناحية الرشاد، الذي راح ضحيته العشرات من الأهالي لتقديم التعازي والمواساة ومشاركة ذوي الشهداء أحزانهم والاطلاع على أبرز احتياجاتهم وتقديم الدعم المعنوي لهم. توجه اليوم وفد كبير من العتبة الحسينية والعتبة العباسية بتوجيه من أصحاب السماحة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، وبتوجيه كذلك من سماحة العلامة السيد أحمد صافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة في الواقع، ووجهوا بأن لابد من زيارة الجرحى، عيادات جرحى في المستشفيات في ديالى، وكذلك زيارة ذوي الشهداء. وكما ترون نحن في هذا البيت مع هذا الأخ الذي فقد ولده عمره 17 سنة في الواقع، وفي الواقع احنا يعني حار الكلام يعني كيف نصف يعني مشاعرنا وحزننا، لكن احنا وصيتنا حقيقة وعلى سيرة سماحة السيد المرجع لابد من ضبط النفس. تشرف اليوم وفد العتبة الحسينية المقدسة بالحضور والمشاركة في مجلس الفاتحة المقام على الكارثة التي حصلت في المقدادية، لنقل تعازي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وسماحة السيد أحمد الصافي إلى أهالي المقدادية، هذه المدينة التي الواقع عانت ما عانت منذ فترة طويلة. الوفد الواقع زار المستشفى اللي راقدين بها عدد من الجرحى، بالإضافة إلى زيارة ذوي الشهداء في بيوتهم والوصول إلى مكان الحادث الذي حصل نتيجة الاعتداء. نسأل الله أن يرحم شهدائنا الأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يشافي مرضانا في حق محمد وآل محمد. من منزل إلى آخر يتفقد وفد العتبتين الحسينية والعباسية عوائل الشهداء الذين بدورهم عبروا عن شكرهم للمرجعية وممثلها لمواقفهم المشرفة من خلال مشاركة العراقيين في السراء والضراء، وطالما كانت هي الداعمة لهم وخيمة يستظلون بها. نحن أبناء ضحايا قرية الرشاد في قضاء المقدادية محافظة ديالى، نشكر وفد المرجعية المتمثل بالعتبة العباسية والعتبة الحسينية لزيارتهم إلى عوائل الجرحى والشهداء وتفقد أحوالهم وأمورهم والاطلاع على الواقع المزري في هذه القرية المنكوبة. هذه القرية قدمت اليوم أكثر من 14 شهيد وأكثر من ما يقارب 17 جريح. باسم عوائل الضحايا عوائل الشهداء والجرحى اليوم من هذا المكان من قضاء المقدادية قرية الرشاد نثمن والجهود المبذولة من قبل الوفد، ونحن شاكرين لمجيئهم وعناء السفر لتفقد عوائل الشهداء وعوائل الجرحى. نشكر العتبة الحسينية العباسية لمجيئهم ومعاناتهم في السفر، وأنا ذوي عندي 3 أولاد استشهدوا أمهم وأخوي. نشكر العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المقدسة لتحملهم عباء السفر من أجل مواساة العوائل المنكوبة، عوائل فقدت أبنائها بالكامل، أم فقدت أبنائها 3 وهي معهم. تأتي هذه الزيارة لعوائل الشهداء والجرحى من أجل تقديم التعازي لهم بمصابهم ومواساتهم، وهي كبادرة لتنفيذ توصيات المرجعية خدمة لهذه الشريحة وتدفين لتضحيات أبنائهم الذين استشهدوا على أرض العراق.
من أبرز اهتمامات إدارة العتبة العباسية المقدسة دعم القطاع الصناعي المحلي، وإسهاما منها في تعزيز السوق العراقية شاركت شركتا خير الجود لتكنولوجيا الصناعة والزراعة الحديثة ونور الكفيل للمنتجات الغذائية في معرض البصرة الدولي الذي شهد مشاركات محلية ودولية. وللمزيد عن هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير. إسهاما من العتبة العباسية المقدسة في تعزيز الواقع الاقتصادي والسوق العراقية وتنمية المشاريع المهمة في محافظة البصرة على وجه الخصوص، شارك الشركتا خير الجود تكنولوجيا الصناعة والزراعة الحديثة ونور الكفيل للمنتوجات الغذائية في معرض البصرة الدولي بنسخته الرابعة الذي شهد بدوره مشاركات محلية ودولية على نطاق واسع. لدينا مسابقات كثيرة خاصة في معرض البصرة الدولي، وهي المشاركة الثانية لنا بها، وإحنا سباقين لأي كل المعارض الموجودة داخل القطر، وذلك ليه؟ لأنه نعرض منتجاتنا من المنظفات والمعقمات والمطهرات أمام المتسوق المحلي العراقي ومنافستنا للمنتوج الأجنبي. كل دورة تقريبا شركة نشارك بجناح العتبة العباسية، شركة كفيل دعم المنتج الوطني، وشركة منتجاتها أغلبها منتجات وطنية، والناس اللي منتج الوطني وتريد منتج الكفيل واللحوم أسعار مناسبة وجودة جيدة جدا، وذلك احنا علينا اقبال كلش قوي على منتجات الكفيل بالبصره، خاصه انها جاي ننتشر بقيه المنتجات الجديده. احنا سابقا كان مثلا بس الدجاج واللحوم متوفره، حاليا يعني الماده العراقيه كلها متوفره منتجات الكفيل من البقوليات الجافه من كل انواع المواد الغذائيه. ها هي جود ومنتجاتها تجود للمجتمع البصري بتقديم كل ما هو جيد ومميز من خلال الكفاءة العالية والسعر المناسب. وشركة جود هي شركة غنية عن التعريف، انتشرت بمدى واسع على جميع أنحاء القطر العراقي، وتقدم للمجتمع وللمستهلكين كل ما هو جيد وبمعايير ومواصفات قياسية دولية. لذلك احنا نطمح شيئا فشيئا إلى التقدم والازدهار وتقديم كل ما هو جيد للمجتمع وللمستهلك. المعرض شهد إقبالا نسبيا من قبل العوائل البصرية للتبضع والاطلاع على معروضات ومنتجات أكثر من 100 شركة. كان لجناحي شركة خير الجود ونور الكفيل عائدتين العتبة العباسية المقدسة حضور مميز بحسب آراء معظم الزائرين والقائمين على تنظيم المعرض على حد سواء. العتبة العباسية المقدسة حقيقة بدأ كوادر عراقية بدأت بالعمل منذ سنوات، وبالنسبة لنا كمحافظة البصرة نشجع أن تأتي هذه الكوادر إلى أرض محافظة البصرة لغرض العمل وتصنيع المنتج المحلي في الصناعة والزراعة ومجالات أخرى ممكن أن تتطور بأيادي عراقية، فألف تحية لكل هذه الكوادر في العمل في محافظة البصرة. في ظل التزايد الذي يشهده العالم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والذي أصبح من أساسات حياة الفرد، لابد أن تظهر أحياناً مشكلات تؤثر على المجتمع، ومنها ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. لذا عقدت العتبة العباسية المقدسة ورشة تحت عنوان الأمن المعلوماتي والابتزاز الإلكتروني، تضمنت فقرات متنوعة للحد من انتشار هذه الظاهرة. وللمزيد عن هذه الورشة أدعوكم لمتابعة هذا التقرير. وأنت تدخل العالم الافتراضي تجده بيئة تعكس الاضطرابات المجتمعية بين النصيحة والفضيحة التي وجدت وسائل الاتصال الرقمي مكاناً خصباً لانتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. ومن أجل الوقوف على أسبابها والوقاية منها أقامت العتبة العباسية المقدسة ورشة متخصصة في هذا المجال. طبعاً اليوم هي باكورة الندوات الإعلامية في مجال الأمن المعلوماتي والأمن الشخصي الافتراضي. هذه الندوة ستتبعها مجموعة من الندوات والورش ورش العمل التي ستعمم على كل المنتسبين في العتبة العباسية المقدسة، وهي مساهمة من إدارة العتبة العباسية المقدسة لتأمين المنتسبين والمجتمع العراقي وإشاعة ثقافة الأمن المعلوماتي وثقافة الحفاظ على النفس في العالم الافتراضي. نحن الكثير من الناس اليوم يحافظ على أمنه الشخصي في المجتمع، لكن يجهل المخاطر التي يتعرض لها في العالم الافتراضي. نحن نساهم في المساحات التي نستطيع العمل عليها، والعتبة العباسية المقدسة تبقى ساندة وداعمة لكل مؤسسات الدولة في هذه المجالات. الابتزاز الإلكتروني والأمن المعلوماتي هذه كانت من أولى
الخطط العمل التي وضعت بين جامعة بابل ودائرة الأمن الوطني حسب اتفاقية بين الكليات والدوائر المؤسساتية الأمنية لحماية المجتمع العراقي. حاليا نحن في العتبة العباسية مؤسسات المجتمع المدني، لنا فائدة عم الكل، والكل معرض إلى هذا الاختراق بلحظة واحدة. بدأنا في الجامعات بالشباب، بدأنا وحاليا نحن نحدث جميع الموجودين، لسبب أن المشكلة أظهرت ليس مختصة بالشباب ولكن أظهرت حتى على مستوى عالي في مستويات متباينة، لأن المشكلة موجودة عند الأطفال وموجودة عند المراهق وموجودة عند حتى الأشخاص كبيري السن ضعفاء النفوس. ورشة توسمت بالأمن المعلوماتي والابتزاز الإلكتروني تضمنت فقرات عديدة طرحت من خلالها تقارير أمنية وأكاديمية مختصة بعلم النفس في مجال الابتزاز الإلكتروني وكيفية تحصين المجتمع من هذه الظاهرة. طبعا هذا الموضوع موضوع خطير جدا، احنا نشكرهم على هذه الدعوة والاهتمامهم بهذا الجانب الإرشادي. طبعا هدف هذه الندوة هو الوصول إلى عقول المتلقي للحفاظ عليها سليمة قويمة قادرة على وزن الأمور بموازين النقد والتحليل التمييز والتمحيص، لتصبح إن شاء الله مدركة للأبعاد والنتائج فطنة في تعاملها. جانب الجرائم الإلكترونية جانب خطير جدا، بدأ يهدد بنية المجتمع العراقي، وإحنا من خلال خبرتنا الميدانية لمسنا حالات خطيرة. مع الأسف هذه الجرائم سببها أنه جهل المتلقين وجهل المواطنين بهاي التقنيات الحديثة، إضافة إلى عدم تشريع بعض القوانين. نحتاج إلى تشريع قانون الجرائم الإلكترونية من أجل الوقوف على الجهات التي تقوم بالابتزاز الإلكتروني وتعطي دافع ميداني للأجهزة الأمنية، ونطلب من المنظمات المجتمع المدني، الجامعات، أي جهة مدنية سواء كانت أو حكومية تكرر هذه الندوات، لأنه مواجهة هذه الجرائم مسؤولية جماعية وطنية. تم عقد ندوة تثقيفية تعليمية فيما يخص مواضيع الابتزاز الإلكتروني والجرائم الإلكترونية بالاشتراك مع العتبة العباسية. الحمد لله تم طرح المحاذير ووسائل تجنب الابتزاز الإلكتروني، ونطمح أنه يتم نشر هذه المحاضرات التثقيفية من أجل توعية المجتمع ومن أجل أن نحد من هذه الجرائم. مبادرة قامت بها العتبة العباسية المقدسة متمثلة بقسم الإعلام التابع لها، وبالتعاون مع جهات متخصصة للحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والوقاية من هذه الظواهر التي باتت تشكل خطرا جسيما على خصوصيات المجتمع. أعزائي المشاهدين، إلى هنا انتهت فقرتنا الإخبارية. فاصل ونواصل بعدها باقي فقراتنا المتنوعة من برنامجكم صدى الكفيل، فابقوا معنا. دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع تقدم لكم جميع الخدمات المتعلقة بمجال الطباعة والنشر والتوزيع. تحتوي الدار على عدة خطوط إنتاجية ألمانية المنشأ. تعمل بفريق متخصص وذي خبرة عالمية استثنائية. خدمات الدار: إنتاج الدفاتر بطاقة إنتاجية تصل إلى 100,000 دفتر في اليوم الواحد. تصميم وطباعة كافة الأعمال الموكل إليها، ومنها طباعة القرآن الكريم لأول مرة في العراق بطباعة متميزة وتجليد فاخر. طباعة الكتب كالموسوعات والمجلدات العلمية والدينية. طباعة المجلات والصحف. طباعة البروشورات والنشرات اليومية. إيفاء عقود المؤسسات الحكومية، منها طباعة المنهاج التربوي لوزارة التربية العراقية. طباعة الدبالك والوصولات لوزارة النفط العراقية. زورونا كربلاء المقدسة الإبراهيمية، موقع السقاء 2. وصلنا وإياكم إلى فقرة عطر الهداية التي سيوضح فيها وكيل المرجعية الدينية كيف يمكن لحب الدنيا وملذاتها أن توقع الإنسان بفشل الاختبار الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في حياته. نتمنى لكم طيب الاستماع والاستفادة. We'll be right back.
لأننا لم نستطع أن نفهم هذه الأمور. لاحظوا الآن عندما يأتينا الحديث الشريف يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، لعل منا سمعها عشرات المرات حتى مل منها، يدخل إلى محل يقرأ، يدخل إلى مدرسة يقرأ، لكن في داخله لا يرتب الأثر. وهو حديث نبوي، أجمل هذه المسألة أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني مآل الخطايا ترجع إلى هذه القضية. ما هو حب الدنيا؟ لا يقف كل منا ويحاسب نفسه عن صغائر الأمور، أن هل هذه من حب الدنيا أو ليست من حب الدنيا، ثم تنمو عنده هذه المحبة إلى أن يعترض على بديهيات الأمور، إلى أن يسقط في الاختبار الذي لا بد أن يختبر فيه كل منا. لاحظوا الآن في واقعة الطف، كل المسلمين يبكون على سيدش إلا من شذ، هذا لا دخل لنا به. الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله، وهذه الشخصية العظيمة وسيد الشباب أهل الجنة، لماذا قتل؟ هذا سؤال. ما هي جريمته؟ عندما تتأمل تجد لا جريمة له. إذن لماذا قتل؟ لأن الطرف الآخر كان مجرما، الطرف الآخر كان مجرما. كيف تمحض إجرامه؟ لاحظوا الأهداف التي جعلت البعض يقاتل، أهداف دنيا. هو لم يقتل الحسين حتى يكون إماماً معصوماً بدل الحسين، ليس له شأن بأمور الدين أصلاً، إنما قتل الحسين عليه السلام لأن الحسين يمثل عقبة دينية أمام دنياه، وهذه العقبة الدينية لا بد أن تزول، هكذا يتصور. وإلا هو كان يجهر بأن السبب المقاتلة هي الدنيا. مشاريع مستمرة هدفها خدمة الزائر الكريم بشكل خاص والمجتمعي بشكل عام، سنشاهدها معا في فقرة صورة وتعليق. لحظات ضوئية هي فقرة تستعرض نتاجات أحد الفنون، وهو فن التصوير الذي أبدع فيه مصورو العتبة العباسية المقدسة ونالوا الجوائز العالمية عنه. أحبتي المشاهدين، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.
وصلنا إلى فقرتنا المقدسة التي نستذكر فيها أرواح الشهداء الذين لبوا نداء المرجعية والتحقوا بركب الشهادة. ننتقل وإياكم إلى فقرة بذرة مقدسة. في ظل الزحام الكبير الذي يحصل حين يتوافد الملايين من الزائرين إلى كربلاء، فمن المؤكد أن تحصل حالات فقدان وضياع لبعض من ممتلكات الزائرين. فقرة خدام ستعرفنا على من يحتفظ بهذه الممتلكات ويحرص على وصولها لأصحابها. تعبة المفقودات تابعة القسم الهدايا والندور والموقوفات. شعبة المفقودات تتكون من 3 وحدات، الوحدة المالية والعينية والأمانات. وحدة المالية تجينا تختص بما تختص بالأموال اللي تجينا عن طريق شو اسمه المنتسبين أو الزوار اللي مفقودة، اللي نستلمها من خلال إنه المنتسب مثلاً يجيبها اللقطة الموجودة مثلاً لاقيها بالصحن أو حتى خارج الصحن هم نستلم، بس نكتب إنه التفاصيل مالته يا مكان والشخص اسم الشخص اللي جابها. هذين يا ماتني الأموال يصير عليها كود، طبعا تتخلى بكيس نايلون ويصير عليها كود، ونفس الكود موجود بالسجن هذا شو اسمه. اذا صارت مراجعه وجا الشخص عرف عنها مثلا انا تاريخ هالقد فلان ساعه ضيعت هالقد مبلغ، يعطي تفاصيل المبلغ فشي مقارب منشوف هذا نسلمه هذا المبلغ. ما اجى ما راجع عليها الشخص برا مده شهر ذن الأموال يسلمن المسؤول الشعبة، من مسؤول وحدة تسلم المسؤول الشعبة طبعاً محفوظاتها ما موجودات برا الشهر، قلت لك نهاية الشهر تسلم المسؤول الشعبة تنحط بداخل القاصة حتى نبدأ بالشهر الجديد. من خلال هذا الشيء اللي عندنا يعني خلال إنه تسليم هذا إن الأموال أكو عندنا مبالغ مال عليه الحول مال السنة الفايتة، هذني نسوي به كتاب نرفع به للقسم مال قسم الهدايا والنذور انه اريد نسلمهن. بلا ما يجي الموافقه من القسم تسلم ذني الاموال اللي مال عليهن الحول الشرعي للجهه المخصصه لهن، انه هذه الجهه بعد يتصرف تعطيهن للفقراء مساعدات شلون الصرف مالتهن نيابه عن اصحابهن. هاي شعبة الماليه اللي قلت لكم. تبقى عندنا شعبة العينية. العينية تجينا كومة شغلات، عندنا تجينا الملابس، تجينا الأشياء المفقودة مثل الموبايلات، الجنط، هواية شغلات تختص بالمواد العينية، عرباين المعوقين، عندك عرباين الأطفال كليتين، أي شغلة عينية هذني هم نفس الحالة هم تسجل المحابس الفضة شو اسمه حتى القطع الذهبية هم نفس الشيء، هذن يسجلن وينطد كود لهن. هذا الكود نفسيته موجود مثلا نقول على القطعة الذهب. تنحفظ هاي القطعة حتى بالقطعة هم من نعطيها نرسم القطعة شكل القطعة يرسم. حتى من يجي الزائر ويعطي تفاصيل القطعة يطلعون بالسجل تاريخ مثلا يعطينا يا يوم اللي انه مضيعها لهاي القطعة. ويعطي تفاصيل الشكل مالته ولهذا تسلم. ما أجوا ما صارت مراجعة عليها خلال هذا الشهر نفس الحالة تنجمع وتسلم المسؤول الشعبة وتنحفظ بداخل القاصة. من خلال هذا نسلم القطع الذهبية اللي مار عليها الحول تسلم للجهة المعنية بهذا الشيء.
صحتك، وهي آخر فقرة من برنامجنا، والتي خصصت لمعلومة طبية مهمة، والتي سيطلعنا عليها أحد الأطباء من مستشفى الكفيل التخصصي. نرجو لكم طيب الاستماع والاستفادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث يا صحيحة عن سرطان الكبد، الأسباب، طرق الوقاية والعلاج. سرطان الكبد، الكبد هو عضو حيوي أساسي في جسم الإنسان، موجود في البطن، له وظائف خاصة في تنقية الدم ووفرة الغذاء للجسم، وهو عضو حيوي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه. هو معرض للإصابة بالسرطان مثله مثل باقي الأعضاء الحيوية في الجسم. ما هو الأنواع؟ الأنواع هنا ثلاثة أنواع: كولونجيو كارسينوما، هيباتوسيلولار كارسينوما، وليفر ميتاستاسيس، اللي هن هودي ثلاث أورام خبيثة بالكبد، وباقي الأورام هي حميدة لن نتحدث عنها. الأورام الخبيثة هي مثل ما قلنا هيباتوسيلولار كارسينوما، كولونجيو كارسينوما، وليفر ميتاستاسيس. ليفر ميتاستاسيس هي أي انتشار لأي مرض سرطاني في الكبد تساوي ليفر ميتاستاسيس، يعني انتشار في الكبد، أورام خبيثة في الكبد. هيباتوسيلولار كارسينوما، الوقاية في الدرق بالليفر ميتاستاسيس هي في تجنب السرطان الأولي، مثل ما تحدثنا في الحلقة القادمة، الجلد وطرق الوقاية منه. هيباتوسيلولار كارسينوما هو سرطان جلد شائع، ليس في مناطقنا، في المناطق الذين يشربون الكثير من الكحول وهم متعرضين لتشمع الكبد، الذين لديهم ليس لديهم نظام صحي متميز، معرضين للإصابة بجرثومة الهيباتيتس بي الصفيرة، هيباتيتس بي، هيباتيتس سي، هن أكثر ناس معرضين للهيباتوسيلولار كارسينوما الذي ينتقل في هيباتيتس بي في نقل الدم من مريض إلى آخر. بالنسبة للوقاية من سرطان الكبد بالدرجة الأولى الليفر ميتاستاسيس، الانتشار إلى الكبد، هي الوقاية من باقي الأمراض السرطانية الجلد، لأنه كله معرض يجي ينتشر على الكبد. بالنسبة لهيباتوسيلولار كارسينوما، الوقاية عدم شرب الكحول. الدرجة الثالثة هيباتيتس بي والصفرة الصفيري، هيباتيتس بي والسي، الوقاية في المختبرات، عدم نقل دم مريض ملوث إلى آخر إلا بعد إجراء هذا الفحص. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم صدى الكفيل. تقبلوا تحياتي أنا وكادر العمل، دمتم في أمان الله وحفظه.